أنت مان أند واسب كوانتمينيا، فيلم إنتاج 2023، متوفر للمشاهدة في السينما الآن، أكشن وخيال علمي. قصة الفيلم بتبدأ الأحداث مع اختراع كيسي ابنة سكوت لانج اللي هو أنت مان. الاختراع ده وظيفته إنه بيساعد على السفر إلى عالم الكم، ولكن بسبب شيء ما وأثناء ما كانت بتعرضه لوالدها والعائلة، هذا الشيء بيسحبهم كلهم إلى داخل هذا العالم. مدة الفيلم هو 2 ساعة. السيناريو والحوار: الفيلم هياخدك في رحلة شيقة وأماكن جديدة وعالم جديد به مخلوقات غريبة ومثيرة للانتباه في الوهلة الأولى. سرد تقليدي، بداية هادية لدقايق، وبعد كده بندخل في الوسط بإثارة وتشويق وجذب انتباه، وفي الوسط بيتم التعريف بالمكان الغريب ده أكتر وبالشخصيات، وبياخد وقته، وبعد كده نهاية بعض منها مثير وبعض منها كوميدي ومش مقنعة، ومش هقدر أحرق واللي اتفرج هيفهم قصدي. المشهدين اللي بعد تتر النهاية مثيرين جدا للانتباه وهتخليك تشوق للي جاي، واوعى تنسى تتفرج عليهم بعد نهايه الفيلم. ولكن السيناريو عامه فوضوي، اكبر مشاكله ان في حاجات كتيره ما تمش ليها البناء بعنايه، زي البناء الدرامي للشخصيات وبعض التحولات اللي احنا ما فهمناش ده حصل ليه وازاي. وفي النصف الاول يمكن الفيلم عانى شويه في تخبط في ايقاعه، وده كان قبل ظهور شخصيه كانج اللي فرق كتير قوي في الفيلم. ولكن الفيلم بجوب كورن اقل من المتوسط، ولكن مميزات السيناريو ان قدم عالم الكم بشكل رائع وتعمقنا فيه. لا ده كمان مهد لأدوات وخطوط كتيرة قدر يستخدمها في مواجهة النهاية، بتخليك بتعجب بالفكرة عامة ومترابطة. الإخراج والتصوير إضاءة: الإخراج مش أحسن حاجة، ولكن يوجد لقطات مثيرة للاهتمام، أغلبها بيديك إحساس البي أو في اللي هو بوينت أوف فيو من وجهة نظر المتفرج، بعد لسه في الغالب 50 اللي هو المفروض أقرب للعين البشرية، وتم استخدامها بكثرة في الفيلم وكانت مطلوبة، مع زاوية نورمال أنجل أو ميديوم أنجل، وبتديك إحساس إنك معاهم في كل اللحظات. التصوير كمتعة بصرية موجود بس مش احسن حاجة، ومش هتوصل للابهار البصري. اضاءة بعض المشاهد ايضا اضاءة مش احسن حاجة. الالوان التي استخدمت في الفيلم مبهرة واضافت لمود الفيلم الكثير. الممثلين: قبل ما اتكلم عن ممثلين الفيلم لازم اتكلم عن كيسي. ايه لازمتها في الفيلم؟ هي ابنة انت مان، هي مبالغة في التمثيل ومش مقنعة، واخدة اكتر من حجبها في الفيلم. بنقول عشان تكون مدية مود الفتاة اللطيفة وكوميديا، وفشلت في كده، بالعكس كان تمثيلها سيء. كل ما تيجي على الشاشة بفصل من الفيلم، لا الكوميدي لما المفروض انها هتقول اداء تشجيعي في احدى مشاهد الفيلم كانت تحثهم على القتال، وفشلت بشدة وفصلتني من الفيلم، وكان أداء كوميدي. أداء كانج متميز جدا جدا، شايل الفيلم بصراحة، أكثر ممثل عمل أداء رائع في الفيلم. باقي الممثلين أدوا اللي عليهم ومفيش مشكلة فيهم. جرافيك الفيلم متوسط وفيه مشاكل كتيرة واضحة. وإيه جرافيك مودوك ده؟ الساعة شخصية كرتونية. جرافيك كوميدي جدا وفاشل جدا، اللي هو مش مفهوم، عاوز تخليه شخصية كوميدية أم شخصية جادة أم شخصية للسخرية. المونتاج واضح جدا، التسرع في المونتاج، في لقطات كتيرة النقل بينها مش احسن حاجة ومش سلس، حس ان فيه قفزات مش مفهومة والمفروض انه معداش دقايق اصلا. الموسيقى جيدة ادت المطلوب. الفيلم مش ممل وايقاعه سريع، مهم طبعا للمرحلة الجاية في عالم مارفل. الفيلم كفيلم سينما بوب كورن في حد ذاته هو فيلم اقل من المتوسط، لم يصل للسيء، لكن عنده كثير من المشاكل الواضحة، كثير من التسرع بشكل عام، قلة التفسيرات، واحيانا انعدامها لحاجات كتير بتحصل، وقرارات شخصيات تتاخد في ثواني من غير ما تكون مفهومة. وايضا الفيلم فيه كثير من المؤثرات بصرية ضعيف. الفيلم مميزاته تلخص في انه فيلم سينما ممتع، ايقاعه سريع، قدمنا العالم الجديد اللي بندخله لاول مره، استغل المخلوقات الغريبه اللي بتظهر معانا بشكل كويس، سواء على مستوى مشاهد الاكشن او الكوميديا، وانه اعطانا نبذه عن شخصيه كانج، شرير جديد ويمكن اسوأ من ثانوس واكثر خطوره يخلينا خايفين منه في المستقبل. لو انت من محبي عالم مارفل ومتابع جميع الافلام والمسلسلات، لازم تتفرج على الفيلم ده IMAX 3D. تقييمي للفيلم هو 6 من 10.